والآن مع كلمة معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وراعي المؤتمر. صباح الخير. الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، والدكتور محمد الطيب وكيل الكلية، والأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة، والحضور الكرام. طبعا يعني كل الناس هنا لما ببقى موجود في جامعة عين شمس بأتهم إن أنا موجود يعني وعندي نوع من أنواع التحيز، ولكن هو تحيز طبيعي، ما هوش تحيز يعني لي اي مزايا اخرى. وانت عارف يمكن انا بساعات اجي على جامعه عين شمس، لكن دي حاجه يعني انا اتشرف ان انا اكون انتمي لهذه المؤسسه العريقه. الدكتور شريف، الدكتور صالح هاشم استاذنا، الدكتور محمد عوض تاج الدين، الدكتور محمود الطيب، الست اللواء ايمن شفعي انا اسف، هو الدكتور احمد منيب، الدكتور ايمن صالح، الدكتور عادل الناظر، الدكتور مهيره حمدي السيد، يعني الحقيقه انا والدكتور هشام ودكتور رامي، يعني كل الاخوه انا مش عايز انسى حد، لكن الزملاء الاعزاء حتى عمداء الكليات اللي احنا كنا تزاملنا فتره طويله في جامعه عين شمس. الحقيقه المؤتمر مهم جدا بالنسبه لنا، مؤتمر ميزته ان هو الدكتور محمود قدر في السنه اللي فاتت والسنه دي ان هو يجمع الجهود اللي بتتعمل على مدار الاقسام وعلى مدار الجمعيات اللي داخله جوه الكليات ان يبقى مؤتمر واحد، ودي حاجه مهمه جدا ان يبقى فيه نوع من انواع التيم وورك، علشان في نهايه الامر الاستفاده تبقى واحده. ممكن واحد يكون انترستد في سبجكت يطلع من سيشن يروح على سيشن تاني، فالفكره هايله، يا ريت انها تطبق في جامعات كتير، علشان احنا بنعمل الحقيقه مؤتمرات كتيره جدا. انا بشوف الكلام ده لان انا اللي بيجي لي الدعوات، فيمكن كل يوم عندي حوالي 10 مؤتمرات بتيجي في جهات من جهات مختلفه في الدوله. اذا كان في نوع من انواع التنسيق اكيد ده هيبقى في الصالح العام ان شاء الله. لما شفت الحقيقه المؤتمر لقيت ان هو الدوره يمكن بنتكلم على 39، يعني ده معناه ان في استمراريه كبيره لجامعه عين شمس في تنظيم هذا المؤتمر واستدامته. ال 36 ساعه معتمده من الاتحاد الاوروبي دي برضو المفروض انها حاجه اضافه كبيره لفعاليات المؤتمر ونشر الابحاث في مجلات زي اللي بتصدرها جامعه اوكسفورد البريطانيه. الجانب الاكاديمي والاكلينيكي مهم جدا زي ما الدكتور محمود تفضل وقال ان المؤتمر بيغطي سيكتور كبير جدا من البيزك ساينس والاكاديميك ساينس والكلينيكال ساينسز في المجال الطبي. خلينا اقول ان احنا على مدار الشهور اللي فاتت كوزاره قدرنا الحمد لله ان احنا نعمل بعض الحاجات اللي القطاع ده مفيده جدا. هديكم مثال، ودي حاجات كانت واقفه بقالها عشرات السنين، قانون تنظيم العمل المستشفيات الجامعيه ده خرج الاثنين اللي فات يعني الاسبوع من النهارده في مجلس النواب، وانا عايز اقول علشان قانون تنظيم العمل للمستشفيات الجامعيه يخرج بعد ما كانت الجامعات المستشفيات الجامعيه بتدار بقرار جمهوري 3300 سنه 65، يعني ما كانش في قانون ينظم عمل المستشفيات الجامعيه، كان قرار جمهوري، ودائما لما بيبقى في قوانين بتقيد القرار الجمهوري، فكان لابد ان يكون هناك يعني نظام نقدر ان احنا نشتغل عليه في الشرع المركزي، يكون مديرين المستشفيات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية اجتمعوا بمجلس أعلى زي المجلس الأعلى للجامعات على الأقل مرة كل 3 شهور وممكن تبقى مرة كل شهر حسب الاحتياج، وينسقوا العمل فيما بينهم عشان الكواليتي اوف سيرفيسز تبقى ما بين اللي بتقدم في أسوان هي اللي بتقدم في القصر العيني هي اللي بتقدم في الدلتا أو اسكندرية، أن يبقى في انسنتيف لعضو هيئة التدريس اللي بيشتغل في المستشفيات الجامعية. بنتكلم مع الحكومة في هذا السياق، يعني شراء مركزي، يعني كمية من الادفانتجز، وان احنا ندي المدير التنفيذي للمستشفيات حرية وفلكسبيليتي في المشتريات يستطيع من خلالها ان هو يتعامل مع الاحداث اليومية اللي ممكن تكون محتاجة يعني سرعة اتخاذ قرار وفلكسبيليتي في الموازنة، بدل ما يستنى ان يبعت لرئيس الجامعة، وطبعا رئيس الجامعة ممكن يبقى طبيب ففاهم وممكن ما يبقاش طبيب فياخد وقت شوية، وكل ده هيأثر على اداء المستشفى. ده كان قانون مهم جدا خرج للنور، بنشتغل في اللائحة التنفيذية بتاعته، ممثل فيها الدكتور عبد الوهاب والدكتور محمود، ان احنا بنشتغل في اللائحه التنفيذيه اليومين الجايين دول عشان نقدر نطبقه. الحقيقه قبل ما انهي كلماتي، الحقيقه انا بكرر الشكر لاسره جامعه عين شمس وكليه الطب تحديدا،
وكل السادة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، اللي أنا أعلم تماما مدى صعوبة تنظيم مؤتمر كبير زي اللي احنا فيه النهاردة، بياخد مجهود ويعني شغل كبير جدا قبل ما يبتدي المؤتمر. فأرحب أيضا بضيوف مصر الكرام، أعضاء وضيوف المؤتمر من كل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، متمنيا لقطاع العلوم الطبية في بلادنا كل تقدم وازدهار، وأن يواصل العاملين فيه من سفراء الإنسانية وملائكة الرحمة أداء رسالتهم النبيلة ودورهم العظيم في حماية الحياة الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، بكلمة معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وراعي المؤتمر، نختتم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طب عين شمس.